مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقه من قسطو من بعد اللي كتابعوها على قناتكم ميدي ان تي في. كنرحب بالحضور اليوم معي داخل البلاطو، كنرحبوا بالناس اللي قبلوا الدعوه ديال البرنامج مره واحده اخرى باش يشاركوا معنا في قصه الناس ونعرفوا التغيرات والتطورات اللي وقعات في حياتهم من بعد ما شاركوا معنا هنا في قصه الناس. كنرحب ايضا بالدكتور ابراهيم تيديوا، اخصائي ارشاد وتوجيه اسري وكوتش معتمد، اللي غادي يرافقني اليوم في هذه الحلقة من قصتهم من بعد. كنرحب بك سي مصطفى، سي عبد الله، لاله خديجة، شكرا على الحضور ديالكم مرة واحدة أخرى. قبل ما نبدا معكم ونعرف التطورات وشنو وقع في حياتكم من بعد ما دزتوا معنا في قصه الناس، كنقول للمشاهدين الكرام باللي الكرسي الاول واحد من الضيوف اللي تشرفت باللقاء ديالهم والحديث معهم واللي عاودوا لي القصه ديالهم وقصه العبقريه ديالهم هو المخترع الشاب عبد الله بن شقرون اللي غيبته الموت مع الاسف، ولكن ما غيبناهش حنايا هنا داخل بلاطو قصه الناس. قبل ما نهضروا عليه وقبل ما نتوجعوا ايضا عليه، كنقول للمشاهدين الكرام تذكروا اقوى لحظات واقصى اللحظات في الحقيقه في القصه ديال عبد الله شقرون المرحوم الشاب وفقيد المغرب. نرجع لكم بعد قليل. نعم، 2006 جا واحد العرض من فرنسا، انني سافرنا فرنسا بجواز سفر فرنسي، وانهم يشروا مني البراءه ديال الاختراع. كيفاش بجواز سفر فرنسي؟ يعني نسافر من الدار البيضاء لباريس بالباسبور فرنسي. ولكن الثمن يعني ديال الشراء ديال البراءه ديال الاختراع كان ثمن يعني مغري واحد الدرجه كبيره بزاف، اللي هو 380 مليون ديال الاورو، يعني اكثر من 450 مليار سنتيم. انا ما بغيتش نطلع من فرنسا. علاش؟ لانني كما قلت لك في الاول عندي رساله في الحياه. ولكن هذا عرض اللي ماشي فقط مغري، يمكن كاين شي سميه واحده اخرى اكثر من مغري. كيفاش بقات رسالتك في الحياه من 15 عام قاومتي بها هذا الاغراء هذه الجاذبيه هذه؟ هذا هو الفرق اللي كاين بين انسان عنده رساله في الحياه وانسان ما عندوش رساله في الحياه. وهذا مساله من ضمن الصفات ديال المخترعين. كاين عدم الاعتراف بالمستحيل، كاين الثقه بالنفس، ولكن ماشي اي ثقه بالنفس، الثقه بالنفس التي يخاف منها الشك وتخاف هي من الغرور. وكاين ديك الساعات الموسوعيه، وكاين بزاف. اذا انت اختاريتي تكون عندك رساله في الحياه. بالضبط. طيب ندوزوا للاختراعات الاخرين عبد الله، شنو كان نوعهم وطبيعتهم؟ واش هما كانوا لاقاو نفس الاجابات اللي هضرتي عليها، يعني سلبيه الا بغيتي تقول؟ كنت اخترعت من بعد هذا الاختراع، هذا المحرك الدور المدور المربع، اخترعت من بعد منه سيستم اوتوماتيك بوغ نيتواياج دو فيتر. لي باتيمون ديال الزوج كما قلت لك درت لهم واحد السيستم كينيتوايهم بلا يخر، يعني ما يبقى هابط من السطاح. والمساله باقيين كنشوفوها لحد الساعه في الولايات المتحده الامريكيه مثلا، او الدول اللي عندها عمارات زجاجيه بواحد الرفاهيه يعني. وهذا الاختراع هذا حصلت على البراءه ديال الاختراع ديالو ولله الحمد وطنيا، ودات البروتوتايب ديالو ونجح الحمد لله رب العالمين. يعني هذا الاختراع الثاني. الاختراع اللي ما درتلهش، وهذو جوج ديال الاختراعات، يعني الاختراع الاول والثاني هما اللي درت لهم بروفي دانفونسيون. الكلمة ديال المخترع كنعرفوها احنا يعني كلاسيكيا كما نقدر نقول، هو السيد الذي يجد حلا تكنولوجيا لمشكل تكنولوجي يكون ذلك الحل جديدا كليا. والنسبة ديال المخترعين في العالم هي 6%. ولكن التفسير ديالي ان الكلمة ديال المخترع هي كلمة مقسمة إلى شطرين، الشطر الأول المخ ويعني الدماغ، وترع كأس ترع بالماء أي كأس ممتلئ عن آخره بالماء، يعني الكلمة أنت قلتي كنتي شاعر، الدماغ الممتلئ، كنتي أدبي ما غاديش نمشي، الدماغ الممتلئ عن آخره، يعني الدماغ الممتلئ عن آخره باش بالمعلومات. يعني باش تكون مخترع ضروري خاصو تكون عندك إلمام بجميع العلوم، يعني علوم الحياة كلها، الموسوعية في العلوم يعني. طيب مشاهدينا، من بعد ما شفنا هاد الدقائق في الحقيقه اللي كتلخص حياه ديال 31 عام من عمر الشاب المخترع المغربي عبد الله شقرون، اللي
كيتصنف واحد من المخترعين مغربيا وعربيا ودوليا اللي قدم للمغرب اكثر من 36 اختراع اللي كيتعتبر هو تصنف هو المغربي والعربي الوحيد في لائحه المصممين الدوليين اللي كيفكروا في التكنولوجيا ديال 2025. مع الاسف غيبته الموت، مع الاسف انتقل إلى رحمة الله الشاب المخترع عبد الله الشقرون على في مدينة تطوان نهار 6 نوفمبر 2015 في عمر 31 عام. إن لله وإن إليه راجعون. أنا بغيت نسول الدكتور إبراهيم تيليوا، وفي غياب هذا الضيف كان ضيف عزيز كان من الشباب اللي خلاو واحد الاثر عميق في النفسيه ديالتي، وانا الان تنذكر عبد الله شقرون بمراره بوجع وباسف وبالم على الموت والغياب ديالو بصمت. سؤالي، واش مات فعلا عبد الله شقرون؟ من جهتي ايضا تنقول انا لله وانا اليه راجعون. هكذا الحياه، حياه ثم موت، الفراق لا بد منه. وسي عبد الله شقرون حقيقة من الناس اللي ماهمش عاديين، حيث في هذه الحياة كاين الإنسان العادي وكاين الإنسان اللي كيخلي بصمة ديالو في الحياة. متميز. سي عبد الله شقرون، الدرس اللي ممكن ناخذوه اليوم وحنا كنشوفوا المقعد ديالو فارغ، ولكن روحه وصورته وعمله بقي. حتى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث، منه علم ينتفع به. هذا السيد هذا مات على سن 31 سنة وله الآن 36 براءة اختراع، بمعنى أنه في كل سنة وزيادة عنده براءة اختراع واحدة. فهذا الإنسان أيضا اللي هو عصامي علم الشباب، وأنا في الجمعية التي أتشرف برئاستها حضر معنا كثيرا في مجموعه من المحاضرات الموجهه للشباب، لانه كان كيحمسهم باش انهم يتعلموا ويدفعوا هذا الوطن. كما تذكري استاذ انه ابى ان يخرج من بلده رغم انه وجد يعني مجموعه من الاغراءات كثيره جدا، ولكنه ظل متمسكا بهذا البلد، ظل متمسكا بهذا الوطن. فرحمه الله عليه وسي عبد الله شقرون ومن على شاكلته لم يمت، وانما سيظل في ذاكره، رغم انه كنتاسف ايضا ان حتى الاعلام ما سلطش عليه الضوء. وكنشكرك على نهاد لانك فتحتي هاد النافذه لهذا الشاب هذا، انه على الاقل المغاربه يعاودوا يترحموا عليه، يعاودوا يتذكروه، والشباب ديالنا يخليوه هني براس لهم. السيد ما خداش حتى البكالوريا ديالو وعنده الآن 36 براءة اختراع. نعم. فتحية له حيا وميتا، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الشهداء، وأن يجعله وأصدقائه الذين عرفوا عن قرب لا يذكرون عنه إلا كل خير. نعم. وبالمناسبة السي دكتور إبراهيم تيليوا والحضور الكريم والضيوف، قراءة الفاتحة على روح عبد الله شقرون، كنتمناو حتى المشاهدين والمغاربة كلهم يترحموا على هذا الشاب بقراءة الفاتحة. وتفضل أستاذ أنت تقرأ لنا الفاتحة على روح عبد الله شقرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا لك أستاذ إبراهيم تيليوا. طيب مشاهدينا، الحياة تستمر، نكملوا قصتهم من بعد، لأن فعلا باقي في الحياة بزاف تاع القصص ومازال بزاف ما يتعاود. نمشيو عند السي مصطفى، كنت دوزتي معنا في حلقة من الحلقات الناس اللي عندهم مشاكل زوجية، الشك، الخيانة، الثقة ما كايناش، بزاف الحاجات ما كايناش. لما دوزتي معنا السي مصطفى قلتي بزاف تاع الحاجات، هذوك الحاجات اكيد ما غاديش يعجبوا المراه اللي انت في علاقه معها، ما غاديش يعجبوا الناس، ما غاديش يعجبوا العائله، بزاف الحاجات ما غاديش ما غترضيهمش.
عاود ليا لما دزتي في الحلقه شنو كان رد الفعل؟ من وراء الحلقه ملي دزت عندكم ومشيت كيعيطوا لي الناس، اقرب الناس واللي بعاد اللي خارج ارض الوطن واللي هنايا وكلشي، الناس كيقولوا لي اللي كيعرفوك اللي كيعرفوني هذا الشيء اللي درتي لهذ السيده الله ينصرك عليها راه تعدات عليك. رغم ذلك عيطت لي يعني بردتي لهم القلب، يعني عجبهم الموضوع ديالي، عجبهم الموضوع. واخا قبل ما نوصلوا للمراه شنو قالت ورد الفعل ديالها، طيب نقول للمشاهدين الكرام بعدا نتفكروا اقوى اللحظات في القصه ديال السي مصطفى ونرجع لكم بعد قليل. اللي كنطلب منها تعطيني الطلاق ديالي وبغيت تدخل الحبس تاخذ العقوبه ديالها لحد الان ما مطلقاش مني وطلقها انت ما مطلقاش انا حيت هي دايره خيانه زوجيه ولدها دابا شهرين مع واحد اخر دابا بنتي الان عايشه معايا وعطاها الناس في الحومه فين كاري انا أيوة. يوميا كنشوفها كتقول لي انت بابا وعزيز عليا ونبقى حتى نموت معاك ولكن راه بغيت نمشي مع ماما عند الوكيل وعند المخزن ودخلني لقصه الناس بان هذه الام كتقول لي انت ماشي بابا انا والدك مع واحد اخر الدريه ولا عندها مرض نفساني انا ولا عندي مرض نفساني وليت كنشك في حياتي دابا وكنشك في البنات ما بقيتش عرفت شكون اللي بنتي وشكون اللي ما بنتيش. طيب مصطفى من بعد ما تفكرنا معاك الكلام القوي اللي كنتي كتعاود على مراتك اللي باقي ما مطلقين ما مفارقين ما حتى حاجه فارقين ولكن راكم باقيين انت راجلها وهي مراتك من بعد هاد الهضره صعيبه وقاصحه واكيد غتجبد لك بزاف تاع المشاكل. ما عنديش مشكل كتعرف راسي ان هاد الشيء واقعي وكاين عيطات لي من بعد ملي دزت في قصه الناس وكتهددني بانها باغا تحيدني من الدنيا قلت لها ما عندكش كيفاش غديري وما غتقدريش هي والسيد اللي ولدات معاه هي واللي دايره معاه علاقه غير شرعيه لحد الان عقدت البنات اللي معاها دابا عيطوا لي وقالت لي بابا قالت لي بابا درتينا في ميدي ان قلت لها بنتي ما درتكمش انا درت امكم اللي ولدت من الزنقه ولد هو ماشي باسمي ودورت في السبيطار بالفلوس في السبيطار في بلادها باش خرجت وحطته بالعقد ديالي على اسمي وما تقبلش بانني انا عندي الدعوه من الدار البيضاء تهزات الجديده وباقي ما دارش معايا المخزن حتى شي حل هاد السيده باقا كدور وكدير اللي بغات. هادشي تقولوها مصطفى راه في عمرو 6 سنين دابا هادشي راه قديم هادشي هادشي ماشي غير البارح ولا الشهر اللي فات هادشي 6 سنين باش خارجه ولكن باش ولدت نهار 28 نهار 25 في شهر 8 2015 هاد العام عاد ولدت يلا شهرين وربع 10 ايام باش ولدت الدري ماشي ولدي وانا 6 سنين وانا مفروق انا وياها لحد الان انا كتعيش معايا البنت اللي عندها 12 عام عقداتني وليت كنشوف راسي انا دابا كندب علاش بنتك عقداتك؟ عقداتني انا كندير الانسولين وليت كنضرب ثلاثه المرات في النهار دابا هي السادة ثلاثه المرات كنضرب في النهار وعندي القلب كتقول لي بابا يا اما نقتلوا راسنا يا اما نتحرقوا قالت لك خاصها ضروري لا دائن باغا تعرف بانها واش انا باها ولا ديالك انت قالت لك بانها امها قالت لها هذاك ماشي باك بلا ما تعيشي معاه البنت عقداتني طيب انا مرات وليت ما حيلتي البنت عاطيها الناس ما حيلتي راسي ما عرفتش اش غادي ندير والمخزن ما دار لي حتى شي حل وهي باقا كدور وكتهددني في التليفونات ما عرفتش اشنو غنواجه الجمعيات البنات ضاعوا من الدراسه مشى لهم العام عندك ثلاثه البنات ثلاثه جوج عندها وحده عندي والولد اللي ولدت ماشي ديالي دابا هاد البنات اللي ضاعوا النتيجه جات فيهم اسم تسميهم بكنيتها والحاله المدنيه هي فيها كنيتي انا كيفاش انت البنات اللي بناتك بكنيتها والولد اللي ماشي ولدك بكنيتك الولد اللي دخلته بالعقد ديالي بقى عندها العقد خلي داكشي غير خلي الولد بقى عندها العقد الساده بقى عندها العقد ملي جات تولد لاكارت ناسيونال ديالها وافيه بنتي هذه اللي كاينه معايا حاضره لها قالت لهم بان راجلي مسافر شحال عمر بنتك الصغيره 12 عام هذه اللي معك 12 عام قالت لهم بان الراجل مسافر قالوا لها العقد ديالك قالت لهم ها هو قالوا لها لاكارت ديالو قالت لهم ما مخليهاش ليا معاها جوج ديال الناس كتعاود ليا بنتي جيرانهم رسلوا للطبيبه جروا عندهم رسلوا لها الفلوس باش خرجوا السيده باش ما يحضرش البوليس حيت ضروري يكون لونكيت ديال البوليس انا الدعوه عندي دافعه من 25 شهر 5 ملي مشيت لعندها ولقيتها حامله واخا انتوما فين واصلين دابا انتوما في الطلاق انا ما دارت معايا لا طلاق لا حتى شي حل كيفاش دير معاك دير معاها انت انا ما عنديش باش نطلق حيت هي اللي كاسره الحضانه
لا انت انا بغيت غير نفهم الله يعطيك الصحه لان هادشي راه معقد واحد السيده ما تفهمتش معاها ياك علاش غنتسنى تطلقني ولا نطلقها نمشيو للمخزن تنطلقوا ما بغاتش تواجه معايا المخزن نمشي انا المخزن بوحدي ونعرض المشكل ديالي امام انظار القضاء وهاش كاين هاش قبل ما نوليو في ولد ماشي ولدي ونوليو البنت ماشي بنتي دابا انا ما طلبت منها والو انا طلبت منها دير معايا اللوازم تعطيني البنات انها كسر الحضانه ويوقفوا معايا الجمعيات وتكلفوا بدوك البنات وتضامنوا ليهم باش يقراو مشيتي جمعيات مشيت لحمايه الطفوله ايوا قد ما قبلوش مني قال لك سيجي امر من القاضي بان هذه السيده مطلقه وعندها العقوبه ديالها السجن عاد نسلموهم يسلموهم لينا كي غندير لهاد البنات انا ضعت البنات ضاعوا واخا مصطفى مازال برد شويه نعاودوا نشوفوا واش هذا المشكل سي عبد الله لا كنتي دزتي معنا في واحد الحلقه اييه وقلتي بزاف تاع الحاجات هذاك الشيء ما غيعجبش بزاف تاع الناس ياك وياك تنسولك انا ياك ما عجبش بزاف الناس باش انت اللي قلتيها ليا انا اللي قلتها لك وانا كاين اللي كيقول لي هذاك الشيء عبرتي ملي درتي هكاك مزيان لا كاين اللي غايقول لك عبرتي عليهم ولكن داك اللي كيقول لك ما عجبوش وداك اللي كيكون هو دايرو ايوا هادشي اللي نقول لك حيت الهضره ديالك اللي فيها الحق هضرتك حقانيه غتعجب شي وما تعجبش شي ولكن حنا تنهضروا على داك الطرف اللي ما عجبوش الحال بلاتي قبل ما نبداو نعرفوا شكون اللي عجب ولا ما عجبش نتفكروا مشاهدينا الهضره اللي قال السي عبد الله على خدمته على حياته وجبد بزاف تاع الناس نرجعوا لكم بعد قليل انا داكشي كنشوفه ساكن هو تيفرض عليك تخلص هو تيفرض عليك انا داكشي راه كيضرني هو مثلا غيشد اداره ولا بوسطه ولا عماره كاين شي مثلا كيقول لك لي انا خصني 30 مليون تسلع انا كيضرب 4 ولا 5 هو معمر الفاكتوره ودير اللي بغى الحديده هنا كامية هنا انا اش كندي العدم انت كتدي غير تقليد وما وراه كيدير فتيش فرق كيدير الفلوس كيدير الفلوس وانتايا كتعاونو انا النهار الاخر في السيمانه كيقول لولده شوف سير عطيهم 200 درهم 200 درهم قول لهم حتى الاثنين ايوا ما تقوليش الكوميساريه انت هما تتخلطوا داك الشيء لا ما يقدش تما عرفتش كيديروا ليه كيديروا ليه المحللين يجي تما في لي مارشي واعره كاين اللي كيديروا التحاليل شتي هادشي اللي خاص هذوك هما اللي كيعبروا عليه كيفاش السي عبد الله دابا شفنا تفكروا الناس حيت كاين اللي يكون ما شافش هذه الحلقه دابا هما تفكروا لقطات عاوتاني شوف اللقطات اخرين كاينه لقطات اخرين دابا انت شي عجبو الحال شي ما عجبوش الحال حيت قلتي كاين تخلويض كاين الغش كاين ماشي كل شي كاع كاين واحد بلا سميات كاين واحد نقول لك واحد 10% ولا هكا واحد 10% كيقول لك زعما انا هذه القضيه ما كنتيش تقولها ولكن هي هذيك القضيه انا ما قلتها حتى طيبتنا واحد المده كثيره خصها تقال هما شنو تيقول لك ما خصكش تقولها تيكون غير واحد خدام مع هذاك اللي دارها تيقول لك اصاحبي ما شتي ما تقول انت حتى هو باغي يدير داك الشيء باش يخلط لانك دابا انت فتحتي واحد الواقع هذا هو التقادير واحد الواقع ما بقيتيش فيه انت ولكن باقي فيه وحدين اخرين هاك دابا هو باقا نوبتو كيقول دابا شوف هذوك كياكلوا انا خصني ناكل باش يبقى بنادم غافل وما عندهم هذه القضيه دابا انت حيتي الغفله هذيك الغفله وديك الحشمه وداك الشيء طيرنا داك الشيء الناس هكذاك هادشي هذه هي الحقيقه اللي وصلت هي النقطه الاساسيه يعني الناس كيقول هو وهذوك عايقين خليني انا كي هذه خير كذا ها هو مشى هنا ها هو خدم هنا صاوب هاد لوطيل صاوب هاد البلديه صاوب هاد المحكمه صاوب هاد الكوميساريه ولكن ملي كتجي توقف على الاساس ربما كاين فيهم اللي كنلقاه دار ها كنلقاه وقعت ليه شي فايي في شي بلاصه ولا دار فايي في شي بلاصه معلوم كاين ثاني هادو كاين خلاص في الدنيا لقيتهم انا معلوم كنلقاه شد مارشي وقف في الشطه باش طلبوا لي هي ما شدوا مارشيات هما في الاخر كيجيب لهم الله شي حاجه اللي كتمسح قديم وجديد ولا شي شوريش هذا ما كان كيولي كيقول يا والله يقنعنا بالله هذا ما كان مازال نكملوا القصه ديك حيت بزاف الناس عجبتيهم وقال لك تبارك الله عليك والخدمه ديالك ولكن الناس انا دابا غيشوفوني شي وحدين وكيعرفوني دايز في الخدمه معاهم كيقول لك هذاك تنعرفو غيقول لك هذاك تنعرفو او تشهرتي بعدا الله يحفظك ياك بعدا الله يشهرك بالخير امين الله يشهرنا بالخير ما هي الشهره راه بزاف واحد تيتشهر بالتخربيق دابا حنا بغينا نتشهروا بالخير واخا سي عبد الله دكتور ابراهيم انا بغيت نرجع معك تحديدا لهاد الحياه ديال السي مصطفى حياه اللي ما واضحاش وغامضه وفيها بزاف تاع الضحايا
ويعني والناس كتماطل في المشاكل وكتزيد في عمر المشاكل حتى كيولي مشكل تيلوحك السلسله ديال 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 المشاكل. نهضروا على هاد هاد النوعيه ديال العلاقه الزوجيه اللي مع الاسف كاينه في المجتمع ديالنا بغينا ولا كرهنا. صحيح لالا، وخاصه في الحياه الزوجيه اليوم في المغرب لابد من اعاده النظر، سواء لا من الناحيه القانونيه ولا من الناحيه الاجتماعيه ولا من الناحيه المجتمعيه. اليوم نقدر نجزم لك لهذا انه كثير من الازواج سواء الذكور او الاناث لا يستحقون لا ان يكون ابا ولا زوجا ولا اما ولا زوجة. تبقى بوحده. في الحقيقة، في الحقيقة. لأنه بعض الأحيان كتلقى الإنسان بنى واحد الأسرة، لا الشرط المادي حاضر، ولا الشرط المعنوي حاضر، ولا المسؤولية حاضرة. هاد الناس هادو ملي بناو هاد الأسرة وثلاثة ديال الدراري، ثلاثة ديال الدراري، وهاد يعني بحال دابا البنت اللي كيحكي عليها السي مصطفى اللي عندها 12 سنة، شنو الذنب ديالها؟ تكون بين اب وام لا يستحقان، بلا خليني نقول لك لا يستحقان هذه الصفه العاليه الساميه، ان الانسان يكون اب مثال لولاده. لان لا اليوم المجتمع تيخصو في حقه يتحمل مسؤوليته. في اوروبا اليوم الا كان بحال هاد الناس يحيدوا لهم دوك الدراري، صح، وفعلا راه بعض الاباء تيخصهم يحيدوا لهم دوك، ما خصهاش، لانه غيضيعوا، هما ضايعين اصلا. هذا الانسان الان هو يقذفها وتقذفه. حتى في الدين ديالنا هذا قذف المحصنه، وكتعرف القانون اليوم بالاثبات صعب جدا. واحد يقول لك انا مراتي خانتني، وكيقول لها على الملا على التلفزيون، وهي ما عرف الله اعلم اش كتقول ايضا. فهاد الاسره حتى ولو رجعوا باي وجه وباي صفات وباي منطق تجاه انفسهم ولا تجاه اولادهم ولا تجاه المحيط نتاعهم. اكيد. فهو في الحقيقه اليوم الا كان شي حاجه مستفدوا من مثل هذه التصرفات، ان وليدتنا اليوم تخصنا نعاودوا لهم التربيه قبل الزواج، قبل الزواج. وخص اليوم المجتمع المغربي يقتنع بواحد الفكره، انه قبل الانسان ما يمشي يسوق تيشد البيرمي، خصو اليوم قبل ما يمشي يسوق الحياه الزوجيه خصو يخضع لتكوين وتاهيل. واش قد ولا ما قدش؟ واش واحد الانسان ساكن مع العزاره كيحكي هذه السيده هذه؟ شنو الاسره هذه؟ واخا شكرا لك دكتور ابراهيم. مازال تناقشوا في الموضوع ديال السي مصطفى. طيب لحظات مشاهدينا ناخذوا فاصل اعلاني ونرجعوا نكملوا قصتهم من بعد. سي مصطفى نكملوا معك. شنو اسستوا من بعد؟ يعني صافي دزتي انت في البرنامج، اللي عطى الله عطاه، اللي قلتي هي هداتك، دابا شنو غنديروا؟ الخطوه اللي جايه شنو فيها؟ دابا انا اللي كنطلب منكم من هذا البرنامج، انا ما جيت لهذه قصه الناس حتى بغيت الناس يساعدوني ووقفوا معايا، لان بناتي انا ما لحتهمش وما غلوحهمش، صلب مني ودمي، وكيف كانوا بناتي كيف ما كانوش بناتي كما كتقول هي، انا ما غلوحهمش. خاصني فين نعيش هاد البنيات، حيت انا كنتلاوط كل نهار نخدم ونهار ما نخدمش، ومريض ديابيتيك ما نقدرش على ثلاثه النفوس الا في حاله الا كان عندي السكن فين يعيشوا، نتلاوط ونجيب لهم، وانا ما عنديش لحد الان، ما عنديش. العائله ديالي من زمان انا مسامحين فيا، ما عنديش اللي غيهز لي بهاد ثلاثه ديال الابناء. وهاد السيده هذه كنطالب منها انها تعطيني الطلاق ديالي وتاخذ العقوبه ديالها، طالب لها الحبس على هاد العقاب اللي عذبت هاد البنات. لان بنتي دابا كتقول لي علاش ولدتونا، علاش عذبتونا هاد العذاب، خاصني نموت، خاصني ننتحر. وليت حاضي مع البنت غتهرب لي، غدير لي شي زبله، وضاعت لهم الدراسه ديالهم وكيقراو، ما نقولش لك استاذه القرايه لعلك ترضى، انا ضعت هما ضاعوا. انا لحد الان وليت انا كنصبرها هي، وكنقول انا حياتي جحيم، غنمشي نلوح راسي في شي بلاصه، غنقتل راسي، ما عرفتش اش غندير. كتعرفي الانسان اللي عنده السكر والقلب راه ما بقاش يستحمل. لحد الان انا الطبيب عطاني، كنت كندق مره في النهار وليت كندق ثلاثه المرات بسبب هذه السيده هذه، ردت لي حياتي جحيم وزيده كتعذب فيا مازال وكتدور. فهموا عافاك السي مصطفى، دابا هاد الهضره كتقول ديالي ما كاين حتى مشكل، هاد الهضره كتقول انت يا مظلوم وكتشكي على قلبك. غير المظلوم كيدير خطوه تيمشي يقلب على راسه، تيمشي للمحكمه. مشيت لعندها. بلاتي لا خلينا من دابا من هي، هي دابا هي
هي ما تتفاهمش، انت قلتي ما كتفاهمش. مشيت للمحكمة. كتمشيو للمخزن. كتمشيو للمحكمة فين تجوجتوا نهار الأول. مشيت. فين عندكم الكاغيط. مشيت مدام. كندير واحد تندير عليها مقال ولا كنرفع عليها دعوة. مشيت ها هو عندي نسخة. ما عندكش المحامي كدير. ما عنديش المحامي. كاين المساعدة القانونية. ما عنديش باش ندير المحامي. كاين المساعدة القانونية كاين الجمعيات اللي كاين. ما عنديش أنا باش ندير المحامي، ها هي النسخة راه وريتها الأستاذ بأنها ديال القاضي. مني مشات من عند الوكيل من عين السبع. الجديده هذه ديال الشكايه ديال الوكيل ان السيده عند الخيانه ودرسوها في النيابه العامه ودفعوها الجديده. دابا باش غادي نمشي نجبدها ولا نقلب عليها ما عنديش ليها محامي باش استطاعتي باش ندير محامي. ما يمكنش تقلب على حقك وانت ما عنديش فين ندير البنات. ما يمكنش ليا انا اختي راني خدام مصطفى الله يعطيك الصحه قدري ظروفي انا راني كندير طباخ نهار نخدم في عرس نهار ما نخدمش نهار تجي كوزينه نهار نخدم عند الناس ماشي قدره ظروف انا تيأسفني وتيألمني هذا الواقع اللي كيعيشوا فيه المغاربه. راه ما يمكنش تقول لي انا بنتي كتقلب في تنتحر، ما يمكنش تقول لي انا وحده كسره الحضانه، وحده تتهدد. واش القانون عباد الله كل نهار مصطفى كل نهار مدونه ديال الاسره الناس كتهضر على الاسره 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 وانتم ما عندكمش الاسره. هذا القانون لمن تيدار لا ما دارش ليك انت وليها ولولادك وليا ولهذا الراجل وهذه المراه لمن تيدار القانون؟ لا دار ليا حتى شي حل اختي. واش مشيتي للقانون؟ مشيت عند الشرطه ودخلت لعندهم وقلت لهم هذه السيده حامله وعندها قالوا لي سير تجينا امر من الوكيل ما بغاوش يخرجوا معايا قالوا لي جينا امر من الوكيل. مشيت لعند الوكيل عمرت الشكايه ها هي خرجات عيطوا لي استدعوني لجوج كوميساريات داروا لي البحث. شنو زعما شنو بغيتي تقولي؟ صمتوا لي. لا شنو بغيتي تقولي زعما ما كاينش القانون؟ انا ماشي كنقول ما كاينش القانون. هاد السيده هادي هي فوق القانون ما عرفتش شنو هي واش هي هاد السيده انا تغات عليا والله راه فوق منها. تغات عليك؟ تغات عليا. علاش طغى عليك؟ تغات عليا باين لا عندها هي الفلوس عطات الفلوس باش الدوسي رقدوه لي ما فهمتش انا كيفاش. سيدة عندها خيانة والدة شهرين ونص دابا وبقى كدور والبنات مشردين وضاع عليهم العام. أنا ما بقاتش كتهمني أنا السيدة ما عمرها غتلاقى معايا إيه. أنا كنشوف البنات اللي ضاعوا وحياتي اللي ضاعت. عرفتي الخطأ فين جا؟ منين بدا الخطأ عبد الله؟ آه مصطفى منين بدا الخطأ؟ منين أنتم تستسينوا أنتم مفارقين ومطلقين ما حتى حاجة؟ اش بغيتي يا انت دايع في الزناقي ويا دايعه في الزناقي ست سنين وانتم مفارقين حاشا لله واش ضيع خدام وكنصيفط لها الاجره كل شهر ونشري العيد الحولي ب 6000 درهم كتنفق والبنات وكتبيعوا ليهم وتشري لهم اللي بغات تبيع الحولي ديال العيد وتشري اللي بغات ولكن انا مهما جيت ووقفت وبغيت نبان ويشوفني امتي محمد كامله لان مظلوم ظلمتني هاد السيده الله ياخذ فيها الحق. الا كنتي مظلوم ها هو هيا ها هو حقك انت التظلم ديالك يعني الشعور ديالك انت قلتيه. الا كيسمعونا الناس تتقول انت السلطه الكوميساريات الناس اللي ما بغاو انت تقول ما خداوليش حقك هذه فرصه باش يعاودوا يتصلوا بالبرنامج ونشوفوا من هذا الدوسي هذا. الا مطلقين خصكم تطلقوا. الا البنات ماشي ديالك راه البنات ماشي ديالك. كنشكر البرنامج ديالكم. ما يمكنش تبقى انتم عايشين في هذه الوضعيه هذا راه ما جواج ما هذا راه جحيم هذا راه الجحيم اللي كتعيش. ماشي على الجحيم عييت. وليت نخدم نهار ونبرك ثلاث ايام بالمرض ديالي كنتالم دابا يوميا خاصني نجي عند البنيه عطا في الحومه المراه ملي خاصني نجي من الليل نجيب لها ما تاكل ملي نجي وهي كتبدا تجبد ليا في الميلف من يوميا كل نهار تجبد ليا موضوع كانت باغا تجي معايا هنا وقلت لها بنتي ما قبلوكش كل نهار كتجبد ليا موضوع كتقول لي ثاني غنبقى بابا في هذه الحاله وانا مظلومه حتى ماشي با باغا نشوف الطبيب ولا زدتوا شويه تولي شي حاجه اخرى انتم كل شويه شوفها عبد الله اسمح لنا عبد الله مشاري عقلي مع اليوم غير مع عبد الله شكرا شوف مصطفى راه كاين القانون في البلاد راه شوف اسمع لي نقول لك قلتي انت ما فيه الكفايه راه لا يعقل تكون جالس في دارك وتتبكي وتتشكي وبغيتي يجي يدقوا عليك ويقولك هاك راك طلقتي بغيتي تطلق تمشي للمحكمه بغيتي حقك تمشي تقلب عليه في المحكمه راه كاينه المحكمه كاين الجمعيات راه الجمعيات النسائيه نهار كلهم يخدموا في هذه الملفات راه القانون كاين راه مدونات الاسره كاينه راه القانون تيشوف المصلحه ديال الدراري الصغار المصلحه الفضلى ديال الاطفال سيروا للقانون ديك الساعه ماشي انت مشيتي درتي شكايه وجلستي للارض وكتسنى طلقني دير ليا هي دير راسك دير راسك درت شكايه وتبعتها خذ حقك بيدك قالوا لي راه طلعت مشات لها البلاصه فين كتعيش شوف كل واحد كل رئيس عنده كل مرؤوس عنده كل صغير عنده الكبير ديالو انت
تبع واحد بواحد، تبع الملف ديالك بدروس بدروس. وقفوا معايا على حساب البنات اللي ضاعوا. فين ساكن انت؟ انا ساكن في الدار البيضاء. في الدار البيضاء، فين الدار البيضاء؟ انا ساكن دابا في البرنوصي. في البرنوصي، هو الجمعيه تسمى ديال البرنوصي ولا ديال الدار البيضاء ولا ديال الرباط، بغيناهم يدخلوا في هذا الدوسي ديالك ويهزوه ويمشيو به للمحكمه يشوفوا لا كان طلاق طلاق، الا كاينه خيانه خيانه. هي محكمات جديده، هي ساكنه في بير جديد. المهم حنا راه كاع في مغرب واحد، راه قانون واحد تيسري علينا كاملين. صافي مصطفى، وغنتبعوا هذا الشيء نشوفوا هذا الشيء فين غيوصل، حيت هادشي خصو يتحبس، خصو يتحبس هذا النزيف، خصو يتحبس هذوك البنات الا ما قديتوش عليهم عطاوهم المخزن. انا بزاف اثر عليا هذا الشيء، واحد الوقت غنصدق انا دير شي حاجه في راسي والبنات غيبقاو ضايعين. دير القانون، دير القانون، دير القانون. شنو سي عبد الله كيفاش جاك في هذا الشيء؟ ما خصكش تمشي غير مع طريق وحده، الطريق اللي ما خرجك شوف طرق اخرين. شوف اللي فاتك بليله فاتك بحيله، راه السيد راه كبر منك وراه انت عارف، عارف الوقت شنو فيها، عارف الخواض وعارف بزاف تاع الحاجات. عارف تيجي نصحو، والله العظيم غير نصحو. هو كي المرض السكر القلب، شنو هو هذا السكر والقلب؟ راه غير من المصايب، غير من الاعصاب، الطاعون ديال داك الشيء، غير من الطاعون. انت كتلقى راسك يوميا ملي غتموت، هو حتى 31 عام ما دا معاه حتى حاجه، هو مات ما دا معاه حتى حاجه، غير داك فعلوا اعماله اختراعاته هي غتشري. هذا الشيء عارف مسكين ان شاء الله. هذا الشيء اللي كاين. بلاتي هي احسن. قول لي تشهرتي؟ اه لحظك انت يا انت صباغ. دابا غيولي عندك يولي الناس يولي ان شاء الله. حيت ولاو الناس حيت عرفوك معقول، حيت عرفوك معقول كيعرفوني. لا دابا غيزيدوا يعرفوك بلي راجل معقول، لانك لما فضحتي واحد الواقع ديال الخواض وديال التخربيق غادي يزيدوا ياكدوا المصداقيه ديالك والمعقول ديالك. غادي بالزمن وغيقولها، عرفتي علاش؟ دابا هذا المنظر هذا كاين اللي ما تيقدش يتوجه له، تيقول لك لا سكري الحرفه وسيرة الحرفه ما عمرك تقولوا. اي ويه معلوم. ولكن كاين اللي غتقولوا، انت ضريتي معاهم، انت خدمتي مع هذاك 10 سنين، خدمتي مع هذاك 4 سنين، هلكوك في عينيك. كاين شي واحد اللي قال لك اجي عندي ندوز لك ولا نديك ندير لك عمليه. كان شي اللي خرجتي به من الحرفه ديالك. هذاك هو الاندريت، هذا هو الاندريت مع الاسف. كيجي يقول لك اجي ندوز لك على عينيك نشوف انت رانا. انا نديك عند المحسن كاع هذا هذا. كيدير لك هذا القضيه. ما كاينش اللي يعقل عليك. ما كاينش اللي كيعقل. كيت اللي جات. ودابا شنو كيتو؟ غير يدخل صرف صحيح، مشى دوز عرفت عام في فرنسا ولا في سباليون ولا ما عندوش مشكل. ومن بعد ما دزتي معنا هنا شديتي شي خدمات جداد؟ لا شديت شي حاجه ولكن ماشي شديت شي حاجه. المهم الحركه مروجه زعما. ولا دابا باقى شويه الدنيا، ماشي نقول لك زعما الله يجعل البركه، ولكن باقى شويه الوقت ناعسه دابا. عيانا هاد الشهور هذه كتكون شويه شنو دابا زعما تيدخل البرد ما تيسبغوش الناس ولا؟ كتكون شويه في الصيف كتكون الخدمه مروجه، كاع الحرافي كيتحركوا في الصيف. ولكن شكون اللي كيخدم هو مول المعقول دابا؟ المعقول راه لا يصح الا الصحيح، علاش ندويو مع مصطفى؟ الناس كلها راه المعقول هو اللي تيوكل. الناس كلها انا شي دروكريه كيعرفوني زعما الصراحه، انا لي دروكري كنتعامل معاهم الله عمر هضر لي دروكري. اها كنعرف واحد جوج ولا ثلاثه، واحد كيقول مارشي بنوار بلا سميه قال لي مالك انت معقيس الناس، ما قلت ليها كي جاتك اخي قال لي ما عندي ما يتسال. ايوا شنو مالك شنو فيها؟ قلت لي عجبك الحال؟ قال لي عجبني الحال مزيان. ياك بعدا ما قلتي غير معقول. الاخر مشيت لقيته مسجلني في التليفون قال لي اجي اخي عبد الله اسمع. قلت ليه ياك ما كنقيسكمش انتوما. وليداتك ومراتك اشنو؟ اش قالوا لك؟ لا بخير. كيفاش بخير؟ مزيان. تفرجوا في ذاك النهار في الحلقه عجبهم الحال؟ حتى ولاد حتى العائله تفرجوا قالوا لي مزيان. مزيان؟ ايوا شتي عبرتي. كاين اللي هو صريح يقول لك عبرتي. كاين اللي هو فيه شي كراهيه ولا شي تختيل كيقول لك واه اللي انت ما قصتي بلا شغل. كيف والو. انت مالك انت من دون عباد الله. واحد اخر اش كيقول لي؟ وكاع هذوك الحريفيه ما غيبقوش يحملوا. كاع ودي كاع يحملوني انا. ها انت خرجتي بعينك مراد، خرجتي الله حملتيني عقلتي عليا. شكون دافك؟ شتي فيا. قلبتي عليا. ملي كتمشي انه علاش هذا الشيء هذا ديال هاد الحرافي راه غير الله يجعل ربي يرزق السلامه. قوات فيه المشاكل. كيجي بنادم ما تيعرف حتى لعبه. كيدخل لك في الحرفه عام عام ونص ولا قال لك كيشد خدمه ولا كيدير هادي ولا كيدير هادي، ولكن رغم ذلك يكون غير يمشي يخدم بصدق. بصح غير يصفي يصفي ونديه انا اللي تيخدم معايا شي وحدين تاهما داخلين دابا. مزيان. ندي يخدم معايا ويدخل عند الكليان شي يقول لي شحال شاد عندك هذا هاد الشيء؟ يقول لي الكليان قدا وقدا. غلا عليك هذا. ديما الحريفي كيهضر بالحريفي. غلا عليك هذا. كيسبق الصباح اش يدير؟ واحد الفيلا في حي الرياض. يسبق عند العساس قبل ما نجي انا واحد اخر. ولقاه كيشرب هو وياه وكيعمر في العساس. والعساس انا راه فاهم مع المعلم ديالو كاع ما غيسوق والو. ملي كنقول ليه قراطي قراطي في ذوك البلايص اللي هما سميتو بالسلوم.
بلايصه قدك تيكراطيها وكيزيد تيكراطيها قد هكا باش يخرج عليا نضيع الوقت انا. تدوزو نهار تما. باش يضيع عليك الوقت انت، هذا اش كيتسماو؟ فيهم المكاري. شنو هما؟ فيهم تمكريه شي واحد. تمكريه. تمكريه. يقول لك انا غنطلع في السلوم ديال 6 متر. مع الاسف. وهو بان له ذوك الحفيرات. المهم انت فضحتي الحرفه، ماشي السكري، انت قلتي غير الحقيقه. نصحت انا الحرفه. نصحتي الناس ونصحتي الحريفيه، والمعقول هو اللي هو اللي كيصلح. هو اللي كيصدق. شكرا لك سي عبد الله على هذا الشيء اللي عاودتينا، التجربه اللي عاودتينا مره واحده اخرى، جيتي معنا في قصتهم من بعد. لاله خديجه، نبدا معك من بعد ما دزتي معنا اخر مره، خليتي واحد الصدى طيب بعدا كوحده من الناس اللي شاركات، اللي كتفعل الخير وكدير. انت ماشي غير تهضري على الخير، ولكن كديري الخير، كتفعلي الخير، ماشي غير هكا تفشري بالخير، ولكن كديري الخير. الحمد لله الذي هدانا لهذا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. قبل ما نعرف معك لاله خديجه، اش وقع من بعد وشنو اتصلوا بك الناس وكيفاش كانت الاصداء ديال المشاركه ديالك في قصه الناس؟ كنقول المشاهدين بعدا نتفكروا مع لاله خديجه اقوى لحظات في القصه ديالها، ونرجع لكم بعد قليل. نهار اللي مات لي الحاج المرحوم رحمه الله، نهار اللي مات لي الحاج صافي غامرت وطحيت بديك الدار نعطيها لي وجهي الله. هذيك الدار اللي ساكنه فيها نعطيها صداقه جاريه لوجه الله، لهاد الناس اللي مراض بالسرطان قبت بيديهم نساعدهم، كيفوجوا كيديروا لاصال كيخرجوا للبحر. ايوا تفوجوا حتى لدرجه درنا قرعه مع المحسنين، وجات عمره فهاد الام خالتي ميلودا. وشتي جات بالمجان، وجات شنو نعاود لك شنو الفرح ديال داك المنجيل، كيفاش ترفع الفرح عليها. قالت تلاقات مع الحباب، هاد المرض لاقاها مع الحباب. تيلاقي لاله خديجة، من بعد ما تذكرنا معك هاد اللحظات اللي عشنا معك في قصة الناس، من بعد بعد النهار اللي درت الحلقة كنتي في الدار مع العائلة تفرجتوا فيها مجموعين ولا شنو؟ عادي بنتي. انتي من المتتبعين فرحوا لي ولادي شجعوني. المشكل اللي كان عندي وهو خفت نموت ويتسداك المعقر، كيوعدوني بلا رابع ولو بعد الممات راه غيبقى المقر. شكون هما؟ وليداتك. وليداتك. منير فاطمه. كيوعدوني بلا كوني مرتاحه. تبقى صداقه ما دام في الحياه ولو بعد الممات راه غيبقى الباب مفتوح، صداقه جاريه. وشنو قالوا الناس لما شافوا فاش دزتي معنا وديك الهضره اللي قلتي؟ شجعوني عيطوا لي، واحد الاخت جات هي ولدها بالسياره عيطت يطلي لا غدا من بعد لا غدا ديالو في التسعود، وجات لعندي مزيان وقبطات بيدي شحال هي كتستاشر معايا الله يجازيها بخير. ايه علاش تشاورتو علاش هدرتو؟ هو قالت لي منين شفتك رانا ما عمرني ظنيت شي ام تعطي دارها خالصا لوجه الله. كنشكرك. كنتي شحال من عام وانتي هادشي فيه؟ سبع سنوات. سبع سنين. سبع سنين وانتي خدامه بوحدك، ما كتسناي لا التلفازه يجي تصور معاك، ما كتسناي راديو يجي يسجل معاك. انا ماذا بيا كون بقى هادشي سري بيني وبين الله. وين الدوله؟ لا زعما الناس اللي كتخدم تتخدم في صمت. كدير الخير في صمت، ما كتسنى حد يجي. محسنين بنيتي. بلا تطبال بلا. اول سبع سنوات جاوني محسنين وساعدوني. مزيان. مادام عاودوا شافوا هاد اللقطات جات تشجعوا. معلوم الله يجازيهم. معلوم غادي يزيدوا يبسموا بالعشره باللي انت مرة طيبه ومرض المعقول ومرض الحي ومرض الانسانيه. شكرا لله. تنتمنى الحياه كلها تدوز في طاعه الله. الحمد لله هذا هو الامل. والناس دوك الزائرات اللي تيكونوا عندك ولا دوك الضيفات اللي تيكونوا عندك في المقر حتى هما شافوك حتى هما عيطوا لك؟ اييه كلشي كيعيط لي وتيقول لي الحاجه هضرتي على حقيقه ماذا بينا نجي وحنا نشهدوا لك. مزيان مزيان. اذا هذه فرصه اعلاميه طيبه الواحد الحمد لله فيها شويه الاعتراف، وحنا ما احوجنا لاله خديجه الاعتراف. احنا هضرنا على مخترع اكثر من 36 اختراع، ها هو مات شاب. الناس الله. كتبغي الاعتراف، راه شكر الناس من شكر الله سبحانه وتعالى. شكر الله. راه واخا كتخدموا هذه الخدمه في سبيل الله ولله والاجر وكذا والسكوت، الانسان تيحتاج شي شويه ديال الاعتراف، شي شويه ديال الشكر. وهذه فرصه باش نشكروك على الخير ديالك، وتنقول لك الله يكثر مثالك والناس تجي للمقر ديالك. الله يجعل شعيه الجنه تفتح لكم اجمال الابواب في الجنه ان شاء الله.
الناس اللي عاونوك شنو داروا معك؟ والناس اللي غير جادوا تشجعوا، دوك الناس اللي كانوا لقطات جادوا تشجعوا. قبطوا بيادي مزيان. دابا واحد جوج دقائق جاتني مكالمه غير هنا فاش كنتي معاه، فاش حتى قبل ما تدخلي للبلاطو. قال لي الحمد لله والشكر لله، هاد البداره راه ماك هاد المنظر اللي شفنا واللي سمعنا راه من هنا حتى لطنجه حتى القويره ما كاينش اللي يقدر يحتاج حتى برا في المغرب خارج ارض الوطن عيطوا الناس على ودك. الحمد لله اللي كيسولوش وانت راه غنقبطوا بيدك. كوني على يقين راه غنقبطوا بيدك. مزيان. وانت شنو محتاجه في هذيك الدار ديالك اللي دايرها الخير والانسانيه؟ شحال العيالات عندك تما؟ شنو خاصك؟ شنو هضري لنا على شنو الاحتياجات؟ اش غنقول لك؟ توجور كتكون 20 مرأة، 20 مرأة مصابة بالسرطان. اه مصابة بالسرطان، واكلة شاربة بيتها كلشي عندك. ما يخلصوا حتى فرانك. انا الدولة قالت لي حدك 11، هادو اللي تقدي عليهم. واني اللي دق بابك وتيطلب ضيف الله ما تقدريش تردي. انا واحد المرة انا كيما قلت لك المرة الأخرى انا طيبة من الأول ديالي، ملي انا باقا تلميذة وانا طيبة مع الناس. دابا 20 25 بحال ما عندي حتى حد، انا مرتاحه ناشطه. ما كيتقال عليك حد؟ ما بحال ما عندي حتى واحد. الله يخلي لي وليداتي كيصيفطوا لي من برا، بعد المحسنين تيدقوا بابي. والشكر والفضل لله. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. شكرا لك بزاف لاله خديجه. الف شكر. وكنتمناو ان دارك بابها عمره ما يتسد ويبقى دائما مفتوح. ها هذا هو امالي الواحد. وجه المريضات. بعد الممات هذا هو. كنتمنى من هاد الشبان اللي كيشوفوا وكيسمعوا. بعد الممات ينوض عاود واحد الجيل ويدير بحالي، اللي مسك عليه الله وعائله تكون طيبه، ماشي غنيه، غير تكون عائله طيبه. لان انا ماشي غنيه، غير ربي تبارك وتعالى. انت ما غنيش بالفلوس ولكن غنيه من الداخل، من المحبه والخير والانسانيه. الغنى لاله خديجه ماشي فلوس. انا كنخليها لها التلاميذ وصيه. بعد الممات ينوض عاود واحد الجيل يفتح بابه. هذا ما يدخل هاد الناس ويرضيني ويكون قدوه ليا. واخا نموت نبقى نسمع بالله رحمه الله على امي الحاجه. هذا ما كان. شكرا لك بزاف لاله خديجه على هاد الدوزه المره واحده اخرى في قصتهم من بعد. طيب مشاهدينا بعد قليل نرجعوا نكملوا قصتهم من بعد. طيب مشاهدينا نرجعوا نكملوا قصتهم من بعد في هذه الدقيقه المتبقيه في عمر البرنامج، ونمشي عند الدكتور ابراهيم تيليوا في نهايه قصتهم من بعد. دكتور ابراهيم والناس اللي كيسمعونا، ماذا بينا واحد الرساله باش ناسسوا حياه مستقره، باش ما نكونوش بحال مصطفى، باش ما نكونوا في المعقول، باش ناسسوا الانسانيه في بلادنا في مجتمعنا، رساله اللي نختموا بها تكون رساله امل للمشاهدين. هي احسن رساله اليوم ممكن نستفدوا منها ان الانسان في هذه الحياه لابد في مرحله معينه يدير واحد المحطه، يدير واحد الوقفه، تكون عنده رؤية واضحة لحياته، ماذا يريد. دابا سي عبد الله يرحمه هو مات، لالا خديجة هي تبارك الله بهذا النفس اللي كتهضر به. خديجة الآن نموذج للإنسان اللي عارف شنو بغى. بالنسبة لها هي شنو بغى في الدنيا وشنو بغى قبل. صافي هي الأمور ديالها واضحة. مات الزوج ديالها، جات المصيبة حولتها إلى نعمة. هذه النعمة شوف اش كتقول، قالت لك أنا بالنسبة لي ولادي بعدا وصيتهم باش يستمروا ومصاب الجيل يمشي في هذا الاتجاه. فإذا كانت شي رسالة اليوم نستافدوها أن الإنسان ماشي قضية فلوس ولا قضية موقيع ولا قضية قانون، لا، قضية إنسان بشر. أكيد. تحمل المسؤولية الذاتية. ما نديرش بحال الأخ هذا تقول لك لا ما درت ليش ما درت ليش، لا 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 لا, لا. اليوم خص كل واحد حتى سيدي ربي قال ولقد اتيتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. راه الانسان اللي غيمشي عند سيدي ربي غيمشي بوحدو. اكيد غيمشي بوحدو وخصو يتحمل مسؤوليته بوحدو. نعم. ويكون في ظل هذا المجتمع. نعم. فنتمنى ان كل واحد فينا اليوم اولا يحدد رؤيته في الحياه، يحدد رسالته في الحياه، يقول ما خصنيش ندوز كما مرور الكرام. نعم. بحال داك السيد العادي ما يكونش عابر. ولكن
يحط واحد البصمه في الحياه كما حطها خديجه. نعم. وحطها لاخاده وخا البساطه ديالو ولكن راه تبارك الله عليه. نعم نعم نعم. طيب شكرا لك بزاف دكتور ابراهيم تيليوا اخصائي ارشاد وتوجيه اسري وكوتش معتمد. شكرا لكم الحضور الكريم. شكرا لك بزاف لاله خديجه. شكرا لك السي عبد الله سي مصطفى. شكرا الله يدير لك تاويد الخير. نتمنى ان شاء الله نعرفوا الجديد في القصه ديالك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام اللي تابعتونا في هذه الحلقه من قصتهم من بعد. رحم الله المخترع الشاب عبد الله الشقرون. انا لله وانا اليه راجعون. السلام عليكم.